من زاد المستفيض يفرق، هو تفريق اصطلاحي محض، لأن يروا أن المستفيض هو مستوي الأطراف، يعني إذا كان مشهورا في كل الطبقات الإسناد يسمى مشهورا، أما إذا اشتهر في طبقة أو كان غريبا ثم اشتهر فيما بعد هذا يسمى مشهورا فقط. يعني وهو يعني اصطلاح عند الحنفية أنه يفرق بين المستفيض والمشهور. المشهور هو ما كان في مبتدئه غريبا ثم اشتهر، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، مبتدأ الإسناد غريب لأنه انفرد به عمر وعن عمر محمد علقمة وعن علقمة محمد إبراهيم التيمي وعن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد، هذا يسمى مشهورا. أما لو كان في جميع الطبقات مشهورا يسمى هو المستفيض.